النقل والخدمات اللوجستية منظومة متكاملة مستعدة لخدمة ضيوف الرحمن. 47 ألف موظف من 11 جهة من منظومة النقل والخدمات اللوجستية يعملون لتقديم 57 خدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام برا وبحرا وجوا. مستعدون إن شاء الله لتأمين أكثر من 3,400,000 مقعد من خلال 7,700,000 رحلة لخدمة الحجاج في هذا العام في مطارات المملكة. مستعدون لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة طرقنا، وتم مسح أكثر من 9,000 كيلومتر من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة. مستعدون أكثر من 5,500 رحلة تم تهيئتها عبر قطار الحرمين الشريف وقطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال رحلتنا. مستعدون لتقديم خدمات نقل متكاملة، وقد تم تهيئة أكثر من 27,000 حافلة ورفع التغطية للرقابة الميدانية تشمل أكثر من 40 موقع على الطرق السريعة وداخل المدن، إضافة لاستخدام الأدوات الأنظمة التقنية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأعمال. مستعدون لتسهيل وصولك عبر البحر بسلام، حيث خصصنا أكثر من 360 موظفا لاستقبال قرابة 10,000 حاج. مستعدون لتقديم خدماتنا اللوجستية عبر تجهيز 45 موقعا بريديا وتوفير 53 سيارة لنقل طرود ضيوف الرحمن. مستعدون لاستقبالكم عبر مطاراتنا بصلاة مهيئة وإجراءات ميسرة. مستعدون بمشيئة الله بأسطول 150 طائرة لنقل 1,200,000 حاج وحاجة لهذا الموسم من أكثر من 145 دولة. مستعدون بإذن الله لنقل 200,000 حاج في الاتجاهين من 16 دولة. وخدمتكم شرف. خدمتكم شرف. خدمتكم شرف.